المحترم السيد المنسق الإقليمي، السيد المنسق الجهوي، السادة أعضاء المجلس الجماعي، السيد رئيس منظمة الشبيبة التجمعية لجهة مراكش أسفي، سيدات وعضوات مكتب المنظمة المرأة التجمعية، حضور كريم من المناضلات ومناضلي حزب التجمع الوطني الأحرار، السلام عليكم. هذا شرف باش نتواجد معكم اليوم في إقليم أسفي، وذلك لإعادة الهياكل ولتأسيس الهياكل الحزبية. واليوم اللي غادي نعاودوا التأسيس ديالو هي التنسيقية الإقليمية لمنظمة المرأة التجمعية في إقليم أسفي، واستكمال تأسيس الهياكل الحزبية ديال كذلك ديال الشبيبة التجمعية، كما تنص عليه المادة 5 المادة 8 عفوا من القانون الأساسي للمنظمة. هاد المنظمات الموازية عندها واحد كتلعب واحد الدور اللي هو مهم جدا، لأنها حقيقة من التأسيس ديالها 2017 قامت بواحد العمل اللي هو جبار. لذلك من هذا المنبر غادي نشكر المكاتب السابقة، وهي اللي مكنتنا حقيقة باش نوصلوا لهذه الاستحقاقات الانتخابية ديال 8 جوتنبير. فماذا كنتظروا من هذه التنسيقيات الإقليمية؟ اللي كنتظروا منهم هي أولا التواصل، التواصل كما قالوا وكذلك المنسق المحلي، التواصل شي حاجه اللي هي مهمه، التواصل ما فيهش غير نوصلوا البرنامج، بل كذلك نشوفوا كيفاش الناس يقدروا يستافدوا من هذا البرنامج. دونك التواصل مع الساكنه، تنزيل برنامج المنظمه الجهويه للمراه التجمعيه اللي تمت المصادقه عليه من طرف المنظمه الوطنيه للمراه، وذلك عبر انشاء المكاتب لمكاتب محليه في الجامعات التراثيه، والقيام بالانشطه، أنشطة أنشطة ثقافية، أنشطة سياسية، أنشطة تحسيسية لاستقطاب النساء فيما يخص المنظمة أو التمثيلية الإقليمية، استقطاب النساء والإدماج ديالهم في السياسة، لأنه كما كتعرفوا راه إلا ما كانش واحد التمثيلية ديال النساء في المجال السياسي راه ما يمكنناش نسعاو للمناصفة كيف ما تنسعيها مريم رميلي، نائبة برلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيسة منظمة المرأة التجمعية لجهة مراكش أسفي وعضو المكتب السياسي. تنتوجد اليوم في مدينة أسفي، وهذا اللقاء قمنا بهذا اللقاء لاستكمال بناء الهياكل الحزبية كما ينص عليها النظام السياسي والقانون السياسي للحزب ديالنا. كيف ما كتعرفوا كاينه واحد الديناميه اللي هي جديده اللي جا بها الاخ والقيادي عزيز اخ النوش في 2017، وهذه ثاني مره اللي كنعاودوا الهياكل الحزبيه، كيتعاودوا المنظمات الفيدراليات من بعد المنظمات الجهويه، ومن بعد كيتعاودوا التمثيليات او التنسيقيات الاقليميه، وهذا الشيء تيمكن التنسيقيات او التمثيليات الاقليميه باش تعاود حتى هي من دورها كل التنسيقات اللي هي محليه. الغرض من هذا الشيء هو التواصل مع الساكنه، ونتصنتوا المشاكل ديالهم باش نقدروا نحلوها، نتعاونوا معها. الا كان فيما يخص التشريع حنا كنوا برلمانيين نقوموا حتى بالدور ديالنا ونترافعوا عليها داخل البرلمان، وكذلك كحزب نشوفوا كيفاش يمكن لنا نحلوا هذه المشاكل ديال الساكنه، والتواصل كي يمكننا كذلك باش نوصلوا البرنامج الحزبي ديالنا والتنزيل ديالو على ارض الواقع. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.